مجتمعنا المصري بخير وهو بريء من امثال. انت فعلا انت بشر سيء، وانا عارف المحكمه تعلم ان انت من جواك، المحكمه تعلم ان انت من جواك انت غير راضي عن نفسك. لان النهارده اعتقد انت لما شفتها النهارده وهي طالبه في كليه الطب هذا السن استدرجتها اوهمتها وسيرتك ومشيت معاك وبعتت لك صور عاريه وفيديوهات عاريه، الم ترحمها؟ تزيتها جنسيه ازاي ماديا طالبه وقالت لك مش معايا واجيب لك مني. لكن انت بالنسبه لنا انت مثل سيء في المجتمع المصري، والمجتمع المصري والله انه براء، احنا بريء منك ومن امثالك. وعلى فكره القضيه دي قضيه راي عام، لان في الفتره الاخيره انتشرت هذه القضيه، ابتزاز الاشخاص اللي زيك، المثل السيء اللي زيك. انت مش سيء، انت السوء نفسه. انت مثل في المجتمع لابد من بتره. الدولة بخير والدولة ماشية، الدولة عمالة بتبني وعمالة عايزين نتقدم والدولة بتشتغل، وأمثالك هم اللي بعطلوا هذه المسيرة. أمثالك هم اللي يقوموا بنشر الرذيلة في هذا المجتمع. عشان توصل النهاردة محكمة الجنايات بهذا الشكل، أنا عامل القضية دي أشد من قضية القتل. من يقتل غالبا بيقتل بسبب، إما للشرف اما للسرقه، لكن هذا الابتزاز بهذا السن انا باسف. بس انا شايف لو كنت احسن التربيه فيك ما كنتش وقفت الوقفه دي في محكمه الدنيا. باسف وبقول للمجد عليها، المحكمه لا تعفيك من المسؤوليه، هي مشتركه في المسؤوليه، ولكن المسؤولية الكبيرة عليك لأن أنت